هجوم حوثي جديد على السعودية يستهدف المياه والكهرباء. مسؤول سعودي لسي ان ان أعمدة الدخان في جدة تزامنا مع الهجوم الحوثي. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. هجوم حوثي جديد على السعودية يستهدف المياه والكهرباء. شن الحوثيون هجوما جديدا على الأراضي السعودية، ضرب محافظة الظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير، استهدف خزانات الشركة الوطنية للمياه. وقال التحالف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية رسمية، استهداف مدعي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب. وأكد التحالف أن الهجوم الحوثي أسفر عن أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات. وأعلن التحالف سقوط مقذوف على محطة توزيع الكهرباء في منطقة سمطة، ما أسفر عن حريق محدود. وأكد التحالف أنه يمارس ضبط النفس ويحتفظ بحق الرد على الهجمة الحوثية. مسؤول سعودي لسي ان ان أعمدة الدخان في جدة تزامنا مع الهجوم الحوثي. شهدت أعمدة الدخان متصاعدة في مدينة جدة، ثاني أكبر مدن السعودية، بعد أن أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في المدينة مع اقتراب موعد استضافة جدة لسباق فورمولا 1، وفقا لما قاله مسؤول سعودي رفيع لسي ان ان. وأكد المسؤول السعودي أن الهجوم الحوثي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح حسب قوله. وقال الحوثيون أنهم شنوا هجوما واسعا ضمن عملية كسر الحصار الثالثة عبر عدد كبير من الطائرات المسيرة على المنشأة التابعة لأرامكو في جدة، لكن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قال أنه اعترض صاروخا باليستيا وعشر طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون المدعومة من إيران من اليمن، وفقا لتقرير نشرته القناة الإخبارية الرسمية السعودية، لكن التقرير لم يذكر مدينة جدة. البرلمان العربي للهجوم على أرامكو استهداف لواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم. أدن البرلمان العربي بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه مباني مدنية ومنشآت للطاقة واتجاه عدة مناطق في المملكة والتي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح، مشيدا في الإطار ذاته بيقظة الدفاعات الجوية السعودية في الحفاظ على حياة الأبرياء والمدنيين والمنشآت الحيوية. وأكد البرلمان العربي أن استمرار هجمات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية واستهداف محطات توزيع المنتجات البترولية يعد عملا إرهابيا جبانا يستهدف منشآت حيوية والمساس بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لتصدي للعمل الإرهابي ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولا، خاصة بعد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية. وعبر البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعة الإرهابية، مؤكدا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في تصديها بحزمة لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها، مثمنا جهود قوة التحالف العربية لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لوقف خطورة هذه الهجمات على العيان والمدنيين. مصادر تكشف تقييم الدول الغربية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. قالت مصادر لشبكة CNN أن مسؤولين في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو يعتقدون أن الرئيس الروسي بوتين لم يتراجع عن مطالبه خلال المفاوضات مع أوكرانيا. وبحسب المصادر هناك شكوك كبير لدى العواصم الغربية حول مدى مصداقية مشاركة موسكو في المفاوضات رغم صعوبتها. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي أشار مؤخرا إلى استعداده للنظر في بعض التنازلات لروسيا للمساعدة في إنهاء النزاع، بما في ذلك قبوله بسياسة الحياد إن كانت مدعومة بضمانات أمنية قوية، مما أثار المزيد من الأسئلة حول الوضع الحالي للمفاوضات والعناصر التي قد تكون قيد الدراسة من أجل توصل الاتفاق. وأكد زيلينسكي لمذيع CNN فريد زكريا في مقابلة خاصة صباح الأحد استعداده لإجراء مفاوضات مع بوتين، وقال الرئيس الأوكراني إنه كان جاهزا لذلك قبل العامين الماضيين، وذكر أعتقد أنه بدون مفاوضات ستنشب حرب عالمية ثالثة. والتقى المفاوضون الأوكرانيون والروس 4 مرات منذ بدء الغزو الروسي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه يمكن الموافقة على أن تصبح أوكرانيا على الحياد، وذكر بعد انتهاء عملياتنا في أوكرانيا آمل أن تنتهي بتوقيع اتفاق شامل
بشأن القضايا الأمنية ووضع أوكرانيا على الحياد مع ضمانات لأمنها، كما قال الرئيس بوتين قبل شهرين على ما أذكر في مؤتمر صحفي بشأن مبادرتنا بعدم توسيع الناتو. لقد قال إننا نفهم أن كل بلد يحتاج إلى ضمانات آمنة، ولكن التفاصيل حول المفاوضات لا تزال هزيلة لدول الناتو والولايات المتحدة، حيث وصف مسؤول دفاعي أوروبي المفاوضات بأنها طريق مظلم بعض الشيء في الوقت الحالي. وقال أحد المصادر المطلعة على الوضع أن الإدارة الأمريكية لا ترى أي مؤشر على أن بوتين مستعد للتهدئة، مما يجعل من الصعب على المسؤولين الأمريكيين أن يكونوا متفائلين بشأن الوضع الحالي للمفاوضات. لكن في الوقت نفسه قال هذا المصدر أيضا إن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا لقبول أو رفض تنازلات محددة ولا تشارك في عملية التفاوض. وتواصلت سي إن إن مع مجلس الأمن القومي الأمريكي للتعليق، لكنها لم تتلقى ردا. الدفاع الروسي استسلم أكثر من 60 عسكري أوكراني أغلبهم قيادات بالجيش. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن استسلام أكثر من 60 عسكري أوكرانيا في ضواحي كييف أغلبهم قيادات بالجيش، حسب ما ذكر موقع العربية في شريط عاجل. كما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت منشأة عسكرية بصواريخ مجنحة في ضواحي ريفين شمالية غرب أوكرانيا، حسب ما ذكر موقع العربية في شريط عاجل. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها قضت على أكثر من 80 من المرتزقة الأجانب والقوميين الأوكرانيين في روفينسك. وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إنها قصفت منشأة عسكرية بصواريخ مجنحة في ضواحي ريفين غرب أوكرانيا، حسب ما ذكر موقع العربية في شريط عاجل. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها قضت على أكثر من 80 من المرتزقة الأجانب والقوميين الأوكرانيين في روفينسك. وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 89 منشأة عسكرية في أوكرانيا وإسقاط 7 مسيرات خلال 24 ساعة. ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية احتدم الجدل حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة تسهيل نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا في الكابيتول هيل، حيث يضغط عدد متزايد من المشرعين على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتلبية طلب كييف بمزيد من القوة الجوية وفق لصحيفة الظاهرة الأمريكية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب الهجوم على السعودية؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.